بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بمدارسنا دار الثقافة الأهلية، أرحب بكم من جديد مع مادة الرياضيات ومع الدرس الضرب في 9 والجزء الثاني من الدرس وحل مسائل أتدرب وبقية مسائل الدرس. نبدأ مع بعض الدرس. أتدرب وأحل المسائل، أجد ناتج الضرب وأستعمل النماذج أو الأنماط إذا لزم الأمر. جميل. مسألة رقم 7. 9 ضرب 6 يساوي كام؟ أنا مش حافظ جدول التسعة. نعمل إيه؟ هنجي للعدد المضروب في 9 اللي هو 6، ننقص منها 1 تصير كام؟ 5، نحطها في خانة العشرة تبقى صارت 50. طيب في خانة العشرة. طيب هنا بعد كده ايش العدد اللي نجمعه مع الخمسة عشر يصير مجموعهم 9؟ جميل. نحط كام؟ الله جميل، 4. جميل، يبقى نحط كام؟ 4 زائد 5، يبقى نحط الأربعة في خانة الأحد يصير الناتج كام؟ 54. أهو أحسنت. أيوه أحسنت، يصير الناتج 54. أدي الخمسة أقل من الستة بواحد، حطيناها في خانة العشرات، وإيه العدد اللي نجمعه مع الخمسة حتى تصير 9؟ يبقى إيه؟ الأربعة. جميل جدا. ننتقل لمسألة رقم 8. 2 ضرب 9 يساوي كام؟ مانيش عارف 2 ضرب 9 يساوي كام؟ جدول التسعة. نرجع للاثنين، ننقص منها 1 يصير كام؟ 1، نحط الواحد في خانة العشرات. طيب بعد كده ها ايش العدد اللي نجمعه مع الواحد حتى يصير 9؟ ها مظبوط 8، نحط 8 في خانة الاحاد يبقى يصير الناتج كام؟ الله ممتاز، جميل جدا جدا، 18. جميل، يا لك من ذكي. ايوه يا لك من ذكي، ممتاز جميل. نيجي مسألة رقم 9. ها 9 ضرب 5 يساوي كام؟ مانيش عارف. نجعل الخمس العامل المضروب في 9 والعدد المضروب في 9، نقص منه 1 يصير كام؟ 4، نحط الأربعة في خانة العشرات، نحط الأربعة في خانة الايه؟ العشرات. جميل، صارت 40. طب ايش العدد اللي نجمعه مع الأربعة حتى يصير 9؟ معروف، ايوه 5، نحطها في خانة الايش؟ في خانة الآحاد، ممتاز، يصير كام؟ 45، يبقى الناتج كام؟ 45. جميل جدا، ممتاز، جميل جدا. نيجي هنا مسألة رقم 10. 8 ضرب 9 خدناه في أول مثال اللي هو حق علب الايه؟ المربى، حق عبوات المربى وصناديق المربى. جميل، بس أنا نسيت، مانيش فاك. هنيجي على 8. 8 ضرب 9 العدد المضروب في 9 كام؟ 8، نقص منه 1 يصير كام؟ 7، نحط 7 في خانة العشرة. طب إيش العدد اللي نجمعه مع 7 حتى يصير 9؟ جميل، 2، نحطها في خانة الأحاد يبقى يصير الناتج كام؟ 72. إجابة صحيحة. 72 إجابة صحيحة. جميل جدا. ننتقل إلى الجبر، اكتب العدد المناسب في المربع. مسألة رقم 11. مربع يعني فراغ ضرب 9 يساوي 18، مانيش عارف كام اي عدد في 9، مانيش عارف. نروح على خانة العشرات، العشرات هنا كام؟ 1، العشرات بتكون ناقصة عن العدد او العامل المضروب في 9 بواحد، يبقى احنا هنزود الواحد على الواحد يصير كام؟ 2، يبقى الناتج 2. اجابته صحيحة. جميل جدا. ننتقل مسألة رقم كام؟ رقم 12. 3 ضرب مربع فراغ يساوي 27. ها الله، ال 27 دي مانيش عارف. طب نجمع السبعة زائد الاثنين يساوي كام؟ يساوي 9. ده من خصائص جدول التسعة ان الناتج بيكون اذا كان فيها اعداد وعشرات لابد يكون يساوي 9. يبقى فعلا يساوي كام؟ يبقى فعلا الناتج ايه؟ العدد الناقص 9. 9 ليه؟ اللي عرفني انك جمعت 7 زائد 2 يساوي 9، ودي من خصائص جدول الضرب او ايه؟ جدول الضرب 9. جميل. ها ننتقل الى المساله رقم 13. 5 ضرب فراغ اللي هو مربع يساوي 45، مانيش عارف. طب نجمع الخمسه 45، 5 زائد 4 نجمعهم كده العددين 9، يبقى ده 9 ديت معروفه اللي اذا كان الناتج بتاع الضرب يساوي 9 ده بيبقى من خصائص جدول الضرب 9. يبقى هنا ايه؟ ادي الخمسه، يبقى ايش الناقص؟ التسعه، نحط التسعه. يبقى كام؟ 5 ضرب 9 يساوي 45. جميل جدا. ننتقل الى المساله رقم 14. اشترت ساره 5 قصص، فاذا كان سعر القصه الواحده 9 ريالات. اشترت ساره 5 قصص، فاذا كان سعر القصه الواحده 9 ريالات. 9 ايه؟ ريالات. طيب ايه المطلوب؟ فكم ريالا دفعت؟ هنضرب 5 ضرب 9. هنضرب 5 ضرب ايه؟ 9. لسه واخدينها في المساله رقم 13 اللي قبلها، يساوي كام؟ الله الله عليك، ممتاز، 45. لسه واخدينها. ايوه الحل، سعر القصص يساوي 5 ضرب 9 يساوي 45 ريالا. ممتاز، جميل جدا.
ننتقل مثلا رقم 15. أقام نادي الفروسية سباقه السنوي من 4 أشواط للخيول العربية. طيب جميل، يبقى الخيول العربية 4 أشواط و3 أشواط للخيول الغير عربية. جميل، ها إيش المطلوب؟ إذا شارك في كل شوط 9 خيول، يعني في كل شوط مساوي خيول الأشواط الأربعة أو الأشواط الثلاثة. طيب إيش المطلوب؟ فما عدد الخيول المشاركة من النوعين؟ يبقى هنجيب الأول، هنجيب عدد الأشواط، هنجيب أول حاجة عدد الخيول إذا شارك في كل شوط 9 خيول، يبقى هنجيب عدد الخيول المشاركة في ال4 أشواط الخيول العربية. يبقى أول حاجة الحل عدد الخيول المشاركة من الخيول العربية. طيب هم عدد كم شوط؟ هم 4، يبقى هنقول 4. طيب شاركوا في كل شوط كام؟ 9، يبقى هنقول 4 ضرب 9 كام؟ الله 36 خيل. جميل جدا. طيب نيجي بعد كده، ها عدد الخيول المشاركة من الخيول الغير عربية. طب هم كام شاركوا في كم شوط؟ عملوا كم شوط الخيول الغير عربية؟ 3، بنقول 3 ضرب 9 يساوي كام؟ 27. طيب هنجمع بقى، هنجمع 36 زائد 27 يساوي كام؟ يبقى ينعوض عدد الخيول المشاركة من النوعين يساوي 36 زائد 27. نجمع 6 زائد 7 كام؟ 13. 3 معانا الواحد، نحطه على 3 وصارت 4، 4 زائد 2 يساوي 6 يساوي 63. طب واحد يقول له استاذ، طب ليه انت عملنا لنا ده كله؟ طب ممكن الحل في كلمتين اتنين. نقول له هم، هيقول له استاذ هم العدد الخيول المشاركه، عدد الخيول العربيه سوت كم شوط؟ نقول له ايه، سوت 4 أشواط. طيب والخيول الغير عربيه اشتركت في كم شوط؟ في 3 أشواط. طب ما نجمع يا استاذ، نقول 4 زائد 3 يساوي 7. جميل، قلت له صح، ونضرب 7 ضرب 9 على طول، 7 ضرب 9، نقول له ممتاز، انت ولد ذكي وولد ممتاز. ولد ذكي وولد ممتاز، يبقى هنقول له 7، يبقى هنا 4 أشواط للخيول العربية و3 أشواط للخيول الغير عربية، وفي كل شوط شارك 9 خيول، يبقى احنا هنقول 4 زائد 3 7، 7 ضرب 9 يساوي 63. جميل جدا، اهو ولذلك هنا ادي هنا 4 اهي، وادي الثلاثة اهي. 4 ضرب 9 و3 ضرب 9، هنجمع ال 4 مع ال 7 يبقى ايه؟ هنجمع ال 4 مع ال 3 يصير 7، ومعروف 7 ضرب 9 يساوي 63. جميل جدا، بارك الله فيك. مسألة رقم 16، يستعمل زيد 9 أمتار من الحبال لعمل شبكة واحدة. يستعمل زيد 9 أمتار من الحبال لعمل شبكة واحدة، كم مترا من الحبال يحتاج لأربع شبكات؟ سهلة جدا، سهل جدا، هنقول 9 ضرب كام؟ ضرب 4، 9 ضرب 4 يبقى الحل، ها الحل كام؟ اهو 9 ضرب 4 يساوي كام؟ 36. عرفت ده 36 ازاي؟ ادي هنا ال 4، العدد المضروب في 9 نقص منه 1 نحطها يصير 3، هنكتبها في مين؟ هنكتبها في خانه العشرات. طيب وهنا ايش العدد اللي نزوده على الثلاثة عشان تصير 9؟ 6، يبقى 36 اجابته الصحيحه. جميل جدا، ها تصل الى مسائل مهارات التفكير العليا. المساله رقم 17، العدد الحسي، هل 9 ضرب 2 يساوي 3 ضرب 3 ضرب 2؟ هل 9 ضرب 2 يساوي 3 ضرب 3 ضرب 2؟ طب نشوف هنا الحل، ايوه يساوي ازاي؟ وضح اجابتك، هنقول الحل نعم. ليه؟ لان 9 ضرب 2 يعني 90 يساوي 18. طيب وهنا 3 ضرب 3 ضرب 2 هنجمع هنا، هنعمل عملية تجميع في الجمع في الضرب، هنعمل عملية تجميع 3 ضرب 3 9، يبقى احنا ضربنا 3 ضرب 3 9، ونضرب 9 ضرب 2 يساوي 18 بس، يبقى فعلا 9 ضرب 2 يساوي 3 ضرب 3 ضرب 9 3 ضرب 3 ضرب 2، وان شاء الله هناخدوها وهنفهم ديت ان شاء الله في الخاصية التجميعية في الدرس الأخير ان شاء الله اللي هو بعد الدرس ده ان شاء الله بإذن الله. مسألة رقم 18، اكتشف الخطأ، أوجد كل من خالد وعمر ناتج ضرب 9 ضرب 9، من منهما كانت إجابته صحيحة؟ نشوف مين كانت إجابته صحيحة. أشرح إجابتك، إذا كان ناتج 9 ضرب 8 يساوي 72، فإن ناتج 9 ضرب 9 يزيد 9 يزيد 9، يعني بنزود 9 على كام؟ على 72، يبقى إذا ناتج 9 ضرب 9 81.
الولد خالد ده اجابته صحيحه ازاي؟ لان هنا العدد المضروب في 9 9 هنقص منه كام؟ 1 يصير 8، نكتبها في خانه الايه؟ نكتبها في خانه العشرات صارت 8. طب ايش العدد اللي نزوده على 8 حتى تصير 9؟ 1. يبقى اذا خالد دي اجابته صحيحه. طيب طب عمرو اذا كان ناتج 9 ضرب 8 يساوي 72، جميل، فان ناتج 9 ضرب 9 يزيد 8. خطا. ليه؟ لان ال 9 في جدول الضرب 9 النمط حقنا بنزود 9 ما نزود 8. هنا خالد زود النمط صح 9، اما هنا عمرو يزيد 8 خطا، ولذلك اذا ناتج 9 ضرب 9 80، ده اجابه خاطئه. يبقى اذا ها الحل خالد اجابته صحيحه لانه جمع 9 على ناتج ضرب 9 ضرب 8، لان جدول ال 9 النمط حقه بيكون بنزود 9 لا نزود 8. جميل جدا. يبقى هنا الطالب اللي اجابته صحيحه خالد، واحسن خالد وبارك الله فيه. جميل جدا. مسألة رقم 19، اكتب وضح كيف استعمل العدد 10 لتسهيل حل مسائل الضرب في العدد 9. خلي بالك دي معلومة مهمة جدا جدا، ويعني خلناها اخر معلومة عشان تركز معانا لاخر درس وتعرفها، ان العدد 10 دي ممكن يسهل لنا في ايجاد ناتج ضرب العدد 9. زي ما بقول اوضح كيف استعمل العدد 10 لتسهيل حل مسائل الضرب في العدد 9. لو العدد احنا قلنا العدد العشرات بننقص من العدد العامل من العدد المضروب في 9 بواحد ونكتبه في خانه العشرات. طب خانه الاحاد، خانه الاحاد ننقص العدد المضروب في 9 منه، ننقص العدد المضروب في 9 ننقصه من العشرة. اهو ننقصه من ايه؟ من 10. اهو يكون العدد في خانه الاحاد في ناتج ضرب اي عدد في العدد 9 يساوي 10 ناقص 2. سواء 10 ناقص ايه؟ 2. ولذلك مثلا لما نقول لك 9 ضرب 2 سوى كام؟ 18. ادي اول حاجه نقصنا من الاثنين 1 صارت 1، كتبناها في خانه مين؟ في خانه الايه؟ العشرات. طيب عاوزين نعرف خانه الاحاد، ننقص الاثنين من العشرة، ننقص الاثنين من الايه؟ من العشرة، تصير 8 نكتبها في خانه الايه؟ الاحاد. يبقى خانه الاحاد، يبقى هنا العدد 10 بيساعدني في ايجاد ناتج خانه الاحاد. ايجاد ناتج خانه الايه؟ الاحاد. ازاي؟ اللي انا منقص العدد المضروب في 9 من نقصه من 10 والناتج يكون نحطه في خانه الايه؟ الاحاد. بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الثاني من حل الجزء الثاني من درس الضرب في 9 وحل مسائل التضرب وبقيه مسائل الدرس. نرجو من الله سبحانه وتعالى ان نكون قد افدناكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.